تركيا حاولت السعودية التعاون مع الحكومة التركية أردوغان في ملف السوري، ولكن هذه المحاولة فشلت، خاصة بعد أن توترت العلاقة مع قطر. يعني أردوغان قرر أن ينحاز إلى قطر بسبب يعني ربما إيديولوجيا وأقل خطرا. يعني المنافسة التركية السعودية قليل ما نتحدث عنها، دوما نتحدث عن العلاقة الإيرانية السعودية وكأنها عراقة. نعم، يعني حال من المفيد تركيا يعني مهمة. أطرق إلى تركيا. نعم. أنت برأيك أنا برأيي لا يشكل يعني انتقال محمد بن سلمان، نقل الحكم إلى ما يشبه الإسلام المعتدل، ما يسمى بالإسلام المعتدل، لا يشكل ذلك خطرا على تركيا؟ وكيف تنظر إليه تركيا؟ أنا برأيي يعني طبعاً إذا كنا يعني السعودية صنفت الإخوان المسلمين كمان أيضاً أنه كطرف إرهابي. شوف، إيران تشكل خطر امتداد عسكري واختراق للمجتمعات العربية من منظور السعودية. يعني السعودية ترى أنها خسرت الساحة اللبنانية، الساحة السورية، الساحة العراقية، الساحة اليمنية لإيران. لكن أنا برأيي الخطر الفكري والأيديولوجي لا يأتي من إيران، بل يأتي من تركيا، من المنظور السعودي. لماذا؟ لأن تركيا تمثل نمط إخواني معتدل استطاع أن ينجز اقتصاديا وأن يدخل عملية سياسية ديمقراطية تعددية حزبية تحت أردوغان، وهذا النمط له بعد اجتماعي وسياسي في السعودية. يعني هناك كثير من السعوديين الإسلاميين الذين ينظرون إلى النموذج التركي، خاصة عام 2011. يعني كان هناك كثير من يرحب بوصول الإخوان إلى السلطة في مصر كنموذج للإسلام والديمقراطية. هذا له بعد في المجتمعات السنية، والسعودية يخيفها ذلك. إيران، مع احترام الإيران، لا تشكل خطر فكري على السعودية، لأن عندها منظومة سياسية خاصة بالبعد الشيعي، والبعد الشيعي ليس معمم على جميع الشيعة في العالم، وإنما بعد شيعي من منظور معين، ولاية الفقيه إلى ما هنالك يعني.